في عودتهما 14 على التوالي إلى أسبوع الموضة في نيويورك، قامت المصممتان الشيخة نور بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة بتقديم مجموعة نون باي نور لخريف وشتاء 2019. وقد امتلأت الصفوف الأمامية بعدد من المشاهير الذين ارتدوا تصاميم نون باي نور. ووصفت الشيخة نور هذه المجموعة قائلة إنه تم دمج التصاميم الرجالية مع تفاصيل مفعمة بالأنوثة، وهي الفكرة التي تمثل صميم هذه المجموعة. وأضافت الشيخة هيا أن نون باي نور تحرص دائما على إيجاد معادلة بين النعومة والقوة في آن واحد. وقد أشارت المصممتان إلى أن طبيعة مملكة البحرين كانت مصدر إلهامهما لهذه المجموعة التي اعتمدت على اللونين البني والأسود بشكل ملحوظ ضمن لوحة الألوان، بالإضافة إلى لمسات من ألوان الزعفران والزمرد وألوان الغروب لتضفي إلى المجموعة طابعا فاخرا من الأناقة العصرية.